بعد تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أنها تلقت رداً إيرانياً سلبياً وغير بناء أو مشجع على مسودة الاتحاد الأوروبي النهائية لإعادة أحياء الاتفاق النووي، أكد مسؤول أمريكي أن التوقيع على أي اتفاق لن يحصل قريباً، وأضاف أن بلاده قد تؤجل إبرام الاتفاق النووي إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.